الحديث الذي رواه البخاري في صحيح من طريق أبي بن العباس عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس يقال له اللحي. فهذا الحديث عندنا يعني أبي هذا اتفق النقاد على قبيحه، ولكن الحافظ الذهبي يقول إنه حسن الحديث في الميزان. فيعني زي الحافظ الذهبي استنتج مع إنه يعني ما في قول المقادرين على على تحسين الحديث. ما هذا؟ يعني هم جميعا اتفقوا على قبيحه حاشا ال الدارقطني قال صويلح يعتبر به وفي هذا قبيح ظني. قال الحافظ الذهبي في الميزان هو حسن الحديث. ما لو أخذ بقاعدة التي قال هو ما رواه الشيخان فقد جاوز القنطرة. نعم أنتم يعني لم تكترثوا بهذه المقالة فأخذها بعض أهل بعض الناس عندنا في مصر، وذريعة يقول الشيخ الألباني يستجيز الطعن في رجال الصحيحين ويقول إن كل من قفز القنطرة هذا كلام لا أساس له ولا حجة. يعني يقول إن رجال الصحيحين قفزوا القنطرة كما في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي. الذهبي يقول تعليقا على مقالة أحمد منكر الحديث يقول حسب قفز القنطرة بإخراج البخاري ومسلم له. فأنتم قلتم إن هذه العبارة غير دقيقة من ناحية العلمية، فبعض الناس عندنا أخذوا هذه العبارة وقالوا يطعنون على الصحيحين وقالوا من ضمن الذين يقولون بهذا الشيخ ناصر الدين الألباني فهو لا يوقر يعني رجال الصحيحين ويمكن إن الخلل يدخل منهم أو نحو ذلك. طبعا يعني تحميل كلام المتشرد ما لا يصل هذا أسلوب أهل الأهواء دائما وأبدا. يعني أي واحد الآن لا يستطيع أن يقول لأن صحيح البخاري صحيح مسلم كتاب لا فيه باطل بين يديه ولا من خلفه، فنقول نحن ولو في الصحيحين بعض الأوهام الأخطاء بعض الأحاديث التي لا يمكن القول إلا بضعفها، فهل يجوز الإنسان يقول أن هذا يعني أن الألباني لا يقيم وزن الصحيحين؟ يعني هو أورد مثالا عليكم وهو تضعيفكم لحديث مسلم في ساعة الإجابة حديث أبي موسى لدينا. فيقول الشيخ ناصر الدين الألباني ضاعف هذا الحديث مع كونه صحيح مسلم. أولا إن كان أعلاه برواية مخرمة فقد قال في الإرواء أن رواية مخرمة عن أبيه وجاده صحيحة، وإن كان أعلاه بمخالفة الحديث لأن الحديث الأخرى أنها بعد صلاة العصر أو نحو ذلك. فيقول إن الحافظ ابن حجر أورد في الفتح أن ابن القيم جمع بين الحديثين، وقال الحافظ بعدما نقل كلام ابن القيم وهذا في طريق الجمع أولى، وقال به أبو بكر بن العربي والمحب الطبري وساق جمع. فيقول يعني لا نحن لا نقدم على تضعيف حديث في مسلم إذا كان هناك مجال للجمع، لا نرجح إذا كان هناك مجال. وأنا نعرف في هذا إذا كان في مجال للجمع، لكن بقي عليه إن ثابتة ما أدري لماذا ما ذكرها. يعني تذكرت إن مثلين. فهل قرأتم جمع ابن القيم يقول؟ ما لأنه أنا ضعفي من الحديث ليس من هذه النواحي. وإنما سلفي في ذلك الإمام الدارقطني فهو أعله بالوقف. وهذه العلة الجارحة القادحة في الحقيقة. فنحن مع القاعدة يعني كان في مجال الجمع بين الحديثين الصحيحين فلا يجوز رد عليهما بالآخر، هذا أمر يعرفه المبتدئون في هذا العلم. لكن حينما يكون النقد الموضوعي لهذا الحديث يؤدي بنا إلى أنه موقوف، حين ذاك لا حاجة بنا إلى الجمع بين موقوف ومرفوع. مع ذلك الآن في سبيل المذاكرة ما هو الجمع بين الحديثين؟ يقول الشيخ الإسلام ابن القيم وعندي أن الوقت ما بين أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة هو أيضا وقت تضرع وإجابة ونحو ذلك، فيقول فيصح يعني صلاة العصر
يحمل على أن ليست أقصد حديث أبي موسى يحمل على أن الساعة ليست مخصوص، إنما هي ساعة تتنوع مع دعاء المسلمين وابتهالهم إلى ربهم ونحو ذلك. ويقول هذه ساعة ترجى فيها الإجابة من أن يصعد الإمام إلى أن تفطر الصلاة، فيقول وهذه أيضا ساعة إجابة. فيقول هي لم تعين بذاتها. كيف هذا مع الأحاديث اللي فيها التصريح في الصحيحين وغيرهما، واستنكر بعض السلف أنه كيف الساعة تكون ساعة إجابة وهي الصلاة تكره فيها؟ نعم. بعد العصر يعني. نعم. تذكر هذا. نعم. بهذا معناه أنه الساعة محددة. محددة. على كل حال هو الجواب السابق هو أنا الذي ذهبت إليه من حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما في حاجة في ذاك التكلف التوفيق. لا يخاف أيضا لأن التوفيق خلق تصحيح. وكما تعلم من شرح المخبر ابن حجر العسقلاني أنه إذا جاء حديثان متعارضان من قسم مقبول جمع بينهما بوجه من وجوه جمع كثيرة، فهذه الوجوه الكثيرة أوصلها الحافظ العراقي في تعليق على مقدمة فنون الحديث إلى أكثر من 100 وجه، فهذا تشك الجمع والأصل، لكن بين حديثين مقبولين. أما توفيق بين حديث صحيح وله طرق وشواهد كثيرة وبين حديث يعني قد يستعمل البعض في لفظة الشاذ لو صح رفعه، فكيف هذا حديث موقوف؟ ثم كلام المخيل معناه أنه فتح باب أنه ساعة الإجابة من الجمعة. شوف الآن كيف تكلف التأويل يفتح علينا أبواب. ساعة الإجابة يوم الجمعة مش محصولة بساعتين، في ساعة جلوس الخطيب وساعة بعد العصر، وإنما هي ساعات. هذا التأويل يفتح لنا هذا الباب. أعتقد أن هذا المؤول لا يمكن أن يستلزم هذا الإلزام الذي نحن نلزمه إياه الآن. نعم. أليس كذلك؟ نعم. سنقول إذا ما الذي حملك على أن تكون هنا ساعتان؟ يعني ذلك يرجع لحديث ابن موسى. نعم. إذا نحن نقول له كما تعلمنا من بعض العلماء المتأخرين أثبت العرش ثم انخش. نعم. نقول له أثبت الحديث ونحن معك في الجمع. نعم. ولعل في هذا القدم كفاية والحمد لله رب العالمين. نعم. ولكن يا شيخنا كنت آخر سؤال أسأله. تفضل. بالنسبة للحافظ الزهري قال في